مرحبا، اهلا وسهلا فيكم في فيديو مذكرات. اخر فيديو مذكرات صورتها كانت قبل شهرين او 3 شهور. الفترة اللي راحت كنت جدا مشغولة، زي ما انتم سامعين صوتي كمان تعبانة من اسبوع تقريبا. دحين اول ما فضيت قلت لازم اصور مذكرات اول حاجة، عشان خلاص ارتب كل الأمور وأجمع الإبر أحطهم في مكانهم. طيب، في مشاريع اشتغلت وخلصت وراحت لأصحابها، وفي بعضها ما قدرت أصورها وبعضها صورت ونزلت على الإنستغرام. بحاول أوريكم المشاريع اللي خلصتهم وموجودين عندي طبعا من دون أي ترتيب. نبدأ أول شيء بشال ستيفن، المشروع السري لسنة 2021. طيب، ما أفتكر بالضبط آخر مرة شفتوني وأنا أشتغل فيه فين كنت. طبعا خلصتها بنفس الموعد الحمد لله، يعني المشروع ما تأجل، فردته صورت، يمكن شفت صوره على الإنستغرام. عموما هذا هو الشال. الخيط يجنن 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 يا بنات في الشال. استخدمت خيوط بلة. انا كنت صورت فيديو عن هذا الشال وتكلمت فيه عن الخيط اللي استخدمت والالوان وعدد البكرات، وريتكم كم بكرة عندي من كل لون. ما استخدمت كل الالوان، ما استخدمت كل البكرات، استهلكت بكرة كاملة من كل لون وأكثر من نص بكرة الثانية. كانت عندي 3 بكرات من كل لون، فخلصت البكرة الأولى واستخدمت أكثر من نص البكرة الثانية لكل الألوان. هذا الشيء المهم، هذا هو الشال. حبيت أوريكم هو مرة ثانية في المذكرات بما أنه ما شفتوه من آخر مذكرات. يعني هذا الجزء أضفته من عندي لأني حسيت الشال صغير فحبيت أكبر الشال. هذه النكشة كانت موجودة في الشال حقت السنة اللي قبلها. طيب، فمرة كنت حابة هذه النكشة وحبيت أضيفها، واشتغلت سطرين غارتر بعدين سويت الإيج أو الأطراف. شايفين كيف المساحة عندي مرة صغيرة، ما قدرت أستنى إلينا الصباح أروح الغرفة الثانية أصور تحت الشمس وفي مساحة أكبر، فمعليش أتحمل الحماس اللي جات كذا في نص الليل فجأة. وبس والله هذا الشال يجنن، صار مرة حلو. الخيط رهيب يا بنات، في التريكو خيط بلة، وإن شاء الله هذه مو أول مرة. تبين شايفين البقايا. طبعا انا صراحه هذا شيء ما بيزعجني، فعادي بخليهم زي ما هم كذا، هذا اثبات للناس انه هذا شغل يدي. مو شيء جاهز. امس كنت في بيت خالتي ولبست الشال ده، كنت لابسه بلوزه كم طويل لونها اخضر غامق كذا على زيتي، وكنت لابسه هذا الشال، مره كان طالع حلو. ما ادري اذا انا صوتي واضح عندكم في الفيديو ولا مرة راخي، بشوف في المونتاج بعدين إذا أقدر أعدل عليه، بس مرة الصوت يدوب يطلع. هذا أول مشروع، مو أول مشروع خلصت، لا يعني أول مشروع أوريكم هو الآن. المشروع الثاني لابسته، خلصته لبست، بحاول أفسخها لكم عشان تشوفوا الشال. مو الشال، معلش، الكارديغان كان تيست. اشتغلت وخلصت، وصراحة ما قدرت أصور صورة كويسة، ويعني لبستها لين قلت آمين طول الشتاء وأنا ألبس فيها، لدرجة البلوفر الجاكيت توسعت، خلاص صارت حقة الغسيل، يعني لازم بكرة أغسلها. مرة حلو. الخيط يجنن يا بنات، يدفي. اللي هو خيط يازقولو من شركة كارتوبو. خليني أروح للصفحة. هذا الدفتر حقت مشاريع السنة اللي فاتت، ايوه هنا.
حتى ما سجلت التاريخ اللي خلصت فيه المشروع. طيب استخدمت خيط يازجولو زي ما قلت لكم، رقم اللون 15-17. استخدمت إبرة مقاس 3 و4 مليمتر. صراحة الكارديغان مرة يستاهل انك تشتريه وتسوي لك واحد منه، فوق ما انه سهل جدا فخم. انا كانت عندي كمية معينة من الخيط فخلصت كل الكمية في الكارديغان، ما حبيت ابقي منه اي شيء. في نكشة بسيطة كذا من تحت، طبعا ما اقدر اوريكم الجاكيت لانه مرة كبير. كنت استخدمت مو استخدمت كنت اشتغلت مقاس اكبر من مقاسي بمرتين، ومع اللبس اتوسعت. بس صراحة عادي يعني طالع يعني مريح، مع انه مبين انه هذا الشيء مرة كبير، ان هذا الجاكيت وسيع بس مرة طالع حلو باللبس. بعد كذا اشتغلت جوربين لغزل، وما نزلت الصور في الانستغرام، بس واحدة فيهم نزلتها في الانستغرام، الثانية صورتها بس ما نزلتها، بحط لكم الصور في الشاشة. طيب بعدين خليني اشوف، انا عندي هنا سلة من القماش، طيب سلة كبيرة يعني لين كيف اقول لك يعني فوق الركبة لو اوقف. فالسلة هذه تخيلوا يعني ما شاء الله المشاريع اتملت. حاليا ما عندي مشاريع كثيرة، يعني الفترة اللي راحت كنت مشغولة ما اقدر اقعد في المكتب، كنت اقعد في اي مكان ثاني، اهلي كانوا عندي، فكنت كل ليلة امسك مشروع واشتغل فيها من القلب، لين ما صرت يعني بدأت الاحظ انه صرت استفيد من وجود اهلي عندي، واني مطرودة من مكاني من مكتبي، فصرت اخلص المشاريع اللي كنت شايله هم كيف اخلصهم. بطلع لكم المشاريع حبه حبه من دون ترتيب، بس قبل ما اطلع لكم بوريكم ايش لابسه انا اليوم. بما انه الشتاء عندنا اجواء الطايف يجنن، فصرت كل يومين اطلع لي شال والبس. فاليوم لابسه هذا الشال، هذا الشال من زمان، بدأت لما أول ما نقلت المدينة، مدينة المنورة، كنت بدأت هذا الشال بترو مجاني من دروبس ديزاين، صراحة ما أفتكر إيش كان اسمه معلش. استخدمت خيط إيش كان اسمه، ستان، لا مو ستان، دقيقة كذا الاسم على طرف لساني تخيلوا، بس ناسي الاسم، بحط لكم الاسم بعدين ان شاء الله في المونتاج. المهم بشتغل هذا بلبس هذا الشال الجميل. طيب دحين نكمل نروح للمشاريع اللي خلصتهم. كنت بدأت واتحمست واشتغلت ماندالا مع بنان، هي شارحة الفيديو على قناتها، فتحمست طلعت كل أنواع الخيوط اللي عندي، أنواع خيوط القطن عندي، طبعا أكتر من نوع كان يعني كانوا بس بكرة واحدة. طيب هذه القطعة أنا خلصتها وفردتها، بس ما أخفيت البقايا يعني موجودة، الخيوط اللي هنا لسه موجودة، يعني يحتاجوا لازم أثبتهم، يعني أخفي وأثبت وأقص الخيط. طيب وأنا صراحة مطورطة في هذه القطعة، ما أعرف إيش أسوي فيها، ممكن أسوي فيها نفس الفكرة اللي تنحط كذا في حلقة كبيرة وتصير كذا جدارية. طيب بطلع لكم الخيوط اللي استخدمته في هذا المشروع. ايوه صح، هذا القطعة اسمها ماندالا يونيكورن. طيب بطلع لكم السنارة اللي استخدمت والخيوط.
طيب هذه كل الخيوط اللي استخدمتها للأسف ماني كاتبة هنا. فهذه الورقة كنت بحاول أحسب أنا الخيوط اللي عندي حيكفوني أسوي المندالة أو لا. خليني أرتب لكم هو شوية. هذا الخيط هو نفسه ده، كانت عندي من هذا الخيط 3 بكرات كاملة. طيب وهذه بكرة وهذه بكرة وهذه خيط مفارش بس ما أعرف إيش اسمها، ولا كانت عندي ورقة وكانت عندي الليبل ما أعرف إيش نوعها. المهم أعرف إن هي خيط مفارش. هذا الخيط كنت طلبته من عند حرفة من خيوط شركة دروبس، بس ما أفتكر إيش اسمه بالضبط صراحة. كانت عندي بكرتين كاملة ما هي مستخدمة، من هذا كانت عندي بكرة واحدة وهذه بكرة واحدة وهذه بكرتين نفس هذا الخيط بس اللون ثاني، كانت عندي بكرتين. طيب هذه ممكن حقت ذي أتوقع، أيوة ممكن. طيب طيب خلينا نبدأ كده بترتيب. هذه الخيوط زي ما قلت لكم، هذه كانت خيط مفارش، هذا اللي بقيت كانت بكرة كاملة. طيب هذه اللي بقيت من البكرة الواحدة، هذه كانت بكرتين، البكرة الأولى خلصت وهذه اللي بقيت من البكرة الثانية. أنا لو لقيت الاسم أو افتكرت حكتب لكم هو على الشاشة. هذا الخيط هو نفس ده، نفس الشركة اللي هو شركة كارتوبو، خيط أورغانيكا، خيط قطن. طيب كانت عندي بكرتين كاملة، استخدمت الأولى وهذه اللي بقيت من البكرة الثانية. ما أفتكر كم رقم اللون لأنه ما كانت عندي ورقة. طيب هذا الخيط كانت عندي 3 بكرات كاملة، خلصت الأولى، هذه اللي بقيت من الثانية. رقم اللون خلينا نشوف، هذا هو رقم اللون. اللون ترى مرة حلو، افتح من اللي طالع عندكم. طيب نيجي لهذا الخيوط. هذا الخيوط كل مرة كنت أطلب من عند متجر ZFI، كل مرة أطلب من عندها طلبية كانت تحط لي بكرة أو بكرتين من هذا الخيوط كهدية. فكنت محتارة صراحة، يعني الخيوط واضح إنهم حلوين بس أنا ماني عارف إيش أشتغل فيهم. طيب فكويس هذا المشروع جاء في وقت يعني مرة حلو، كنت محتاجة هذا المشروع، كنت محتاجة ان انا استخدم هذه الخيوط. هذا الخيط اللون البرتقالي ناعم، الخيط فتلتها ما هي رفيعة ولا هي مبرومة مرة، يعني الفتلة كذا مفتوحة زي ما انت شايفين كذا. هذا الليبل تبع الخيط ده، هذا الخيط كأنه نفس هذا الخيط، دقيقة نفس هذا الخيط بس هذا أسمك. طيب نفس الخامة تقريبا، فين رقم اللون؟ هذا هو نوع الخيط، أيوة اللون ده ذهبي ألمع من اللي طالع عندكم. طيب أما هذا الخيط، هذا صار العشق صراحة، هذا الخيط يجنن، ينفع مرة لمشاريع الأطفال، ونفسي أجرب هذا الخيط في مشروع تريكو للأطفال، خصوصا الألوان، الألوان مرة حلوة. الخيط جدا 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 ناعم. طيب 50% قطن 50% أكريليك، هذا هو رقم اللون. صراحة هذا الخيط كان عشق، يعني كنت أتحمس مرة لما أحط يعني أشتغل هذا الخيط في أي سطر من السطور. هذا الفيديو مرة حقطع فيه كثير من كثر ما أكح. آخر خيط هذا الخيط، الخيط صراحة مرة حلو للمفارش بس نفس نوعية ديفا، يعني الخيط لما أسوي منزلقة أحس حتنفك، عرفتوا كيف؟ هذا هو الخيط، نفس الشركة كلها، نفس الشركة بس الأنواع مختلفة، قطن إكسترا. فين رقم اللون؟ هنا رقم اللون. هذه اللي بقيت من الخيوط،
طبعا البقايا هذه ممكن حتى هذه كمان بحطها معاهم، بحطهم في مشروع بطانية السكراب اللي أنا جالسة أشتغلها واللي حواليكم هو بعد شوية. وبصراحة بطانية السكراب اللي عندي صارت برا مشكلة أنواع وأشكال. طيب بالنسبة لمقاس السنارة استخدمت مقاسين، مقاس 3.5 ومقاس 4 مليمتر. طبعا كيف كنت اشتغل؟ لما اوصل لاي سطر فيها حشو كنت اكبر مقاس السنارة، لما اوصل لو السطر فيها شغل يعني فيها مثلا هذا السطر ما ادري ايش اسمه، هذا فقاعة ولا بوب كورن ما ادري والله، المهم هذا الفشار اتوقع صح. المهم لما كنت اوصل هذه السطور اللي هنا هذه، فكنت اصغر مقاس السنارة. لما اوصل سطر فيها حشو كنت اكبر مقاس السنارة، والحمد لله يعني مفروضة عندي. بس الشيء اللي كان مرة بيزعجني كثير في البداية هنا، كنت شديت الخياط لما جيت اشتغلت الحلقة الدائرية، اتبعت نفس طريقة بنان، بس في الاخير شديت الخيط بقوة من القلب وصارت كذا يعني تطلع كذا على فوق كذا تطلع. بس لو حطيتها في الحلقة اللي بقول لكم عليها اكيد ما راح تطلع هذه المشكلة، لانها خلاص تنشد عرفتوا. فصورت المفرش في الانستغرام ونزلت المفرش عندي، صار كبير يا بنات. اتوقع كم صار عندي؟ تقريبا حول 80 سنتي مقاس المفرش. كتبت اتوقع المقاس في الانستغرام. بس دحين باقي لي اخفي الخيط واقص الخيوط وخلاص، يعني كذا اطبقها واحطها في الدولاب لين ربي ييسر واجيب لها الحلقة عشان احطها بعدين في الصالة. طيب بعد كذا عندي، خليني نشوف ايش عندي، اطلع كذا حب حبة واللي وريتكم هو احطه كذا في الارض. طيب عندي هذا المشروع بدأت واشتغلت كذا من راسي، خلصت ولا اخفيت الخيوط تخيلوا، ولا رتبت الابر، بس كذا خلصت وشلت ومنتظرة متى اصور المذكرات عشان ارتب الابر وادخلهم في مكانهم، اخفي الخيوط واجمع كل حاجة وخلاص ابدا البس الولد القطعه خلاص، يعني اخاف الشتاء تخلص. اشتغلت بلوفر. خليني اقول لكم قصه هذا الخيط. طيب هذا الخيط خيط ستان، طيب خيط مستخدم. كنت سويت فيه بلوفر قبل 4 سنين لولدي اسامه، فكان يلبس كل شتاء كان يلبس وكان حلو المقاس عليه، فهذا الشتاء صغر البلوفر صار صغير، قلت خلاص ألبس أخوي إبراهيم. لما جيت ألبس أخوي إبراهيم الصدر كنت مشتغلته بشكل دائري، يعني التزايد كذا دائري مو ما هو راقلان عرفته، فجزء الصدر كذا يعني كان مرة مو حلو، مو حلو عليه، هو مو حلو مو طالع حلو، فقلت خلاص حفك الخيط وأرجع أستخدم من جديد. وبالفعل فكيت الخيط، هذا اللي بقيت من اللي فكيتها. وسويت بلوفر، فتحت باترون فلاكس الخيط السميك واخذت قياسات ابراهيم وبدأت اشتغل على باترون فلاكس. طبعا التزايدات من عندي بس اخذت البداية والباقي كله كملت من عندي. وتخيل الى الان ما لبسته، يعني حتى بعد ما خلصت واشتغلت وكذا ما يعني ما اخذت القياس، يعني ما لبسته عشان اشوف المقاس. وزي ما شايفين لسه حتى ما نظفت الخيوط ولا حتى سحبت هذا الخيط اللي هنا، اشتغلت فيه دروب القصيرة من القلب وبس. والله سويت له بلوفر، واكيد السنة الجاية ما راح تجي لابراهيم، ممكن بعدين اطلع لأحد. هذا اللي باقي لي. طبعا هذا الخيط اكيد حتروح لمشروع بطانية الذكريات، ما شفتوه بس حتشوفوه بعد شوية. ما كتبت ولا وثقت ايش اللي اشتغلت والمقاسات وكذا. استخدمت مقاس ابر
إبرة مقاس 3.75 وكم، ومقاس 3 ملليمتر، ولا حتى نظفت. أنا اليوم شكلي في الليل بقعد بس أنظف خيوط وأجمع الإبر، أفكهم أحطهم في السلة وأرتب الأدوات. طيب نروح للمشروع اللي بعده، برجعهم الحين زي ما هم كذا في مكانهم مرتبين بعدين أطلعهم. طيب هذا المشروع برضو نفس الشيء، نفس الحكاية، ترى ماني مرتبة ولا شيء فيه، بس اللهم خلصت وحطيت في السلة. أوريكم الخفايا هنا، طيب هذا المشروع كان مشروع صحبة حياكة، صورت المشروع في القناة والحمد لله خلصت. هذه هي القطع أو هذه هي الأفرول، استخدمت خيوط ميرافين لارسة، كنت خايفة الوردي ما يكفيني بس شوفوا اللي بقي. المهم ماني عارفة أتخلص من هذا الخيط صراحة، شوف لسه باقي باقي المعلومات صراحة حتحصلوها في الفيديو، فما ماني حابة أذكرها أكثر. بس تخيلوا الأفرول صغير على غزل، يعني هو دحين مناسب لها تلبس بس دحين برد ما يمديها تلبس، فقررت إني أحطها في سلة أو صندوق الهدايا، وأنا هذا الشيء أكثر شيء بيسعدني صراحة، انبسط اشتغل قطعه واحطها في صندوق الهدايا اكثر من اني اشتغل والبس عيالي، ما ادري ليش انا عكسكم. طيب نروح للمشروع اللي بعده. صح على فكره هذا الخيط اللي هو خيط ميرافيل لارسا كنت طلبتهم من عند حرفه قبل 4 أو 5 سنين لما بنان بدات تشتغل وتصور بطانيه حلم شارلوت إذا تفتكروا. هذا الخيط من البقايا. طيب نروح للي بعده. صح هذا المشروع بوريكم جزء بسيط منه، ولا أقول لا خلاص بوريكم هو كذا كله. برضو ما فردت ولا نظفت الخيوط. هذا هو الشال اللي كنت بشتغل عليه تصميم. طيب اخر مره كنت وريتكم كنت هنا كنت اشتغل جزء بسيط، بعدين كملت واشتغلت وخلصت. الشال عباره عن تكرار، طيب تبداي باي كورد وتختمي بالاي كورد. الفكره كانت ان انا احط جزء نكشه هنا بس لغيت الفكره لانه حسيت مره بتصير زحمه، اصلا الشال عباره عن جارتر والوان وببلز، فقلت لا خلاص فكرة اني انا احط نكشة تحت هذه بسويها في تصميم اخر، وخلاص انهيت الشال وخلصت. بس باقي ارسلها للشركة اللي هي Expression Fiber Arts عشان يرسلوا لي ملف البترون عشان ابدأ اكتب لهم البترون، فترقبوه. طبعا هذا الشال بياخذ وقت طويل ينزل، ممكن في السنه الجايه في الشتاء حينزلوه. طيب حاليا اسم الشال سنوفليكس، بس ممكن حغير بعدين، يعني لسه ما اعتمدت الاسم الى الان. طيب اخر شنطه من المشاريع اللي خلصتهم، بس ما شاء الله مليانة ترى فيها أكثر من مشروع مخلص، حوريكم هو الآن حبة حبة. طيب نبدأ أول شيء بفلاكس. هذا الفلاكس اللي أنا صورته لكم، هل فردت القطعة؟ والله ما أفتكر. أيوه صح فردتها صح في الفيديو. في الفيديو فردتها، فهي بس حبيت اوريكم الشكل النهائي في المذكرات عشان خلاص ابدا البس ابراهيم. ما شاء الله هذا الشيء اكثر شيء اشتغلت لابراهيم. زي ما انتم شايفين خليني اطلع لكم
اللي باقي من الخيط نسيت اطلع لكم هذه السلة، هوريكم هو بعد شوية. استخدمت خيوط سيغابيس، اسم الخيط لايت، الخيط قطن. هذا الخيط جاني هدية من صديقتي السوم، فهذه اللي بقيت من الخيط، هذه الكمية. هذه كانت خيط اللي شبكت فيها هذا الخيط، اللي هو أنقارة. الخيط يجنن. تقريبا هذه بس اللي استخدمت منها، شيء بسيط. طبعا هذه الاثنين مع بعض واحدة سكين. طيب كانت عندي بس ثلاث سكينز، فالأولى خلصتها واستخدمت شوية بس، مرة شيء بسيط من القط أو من الكيكة هذه. فيكفوني أسوي شيء، يكفيني أسوي، أحس حيكفيني لو أسوي فلاكس لغزل من هذا الخيط بس كذا لوحده. وهذا إن شاء الله حسوي فيه جورب أو تصميم. عندي مجموعة بقايا من خيط أنجورا، فممكن اشتغل لها شيء. ادري بقيت كمان، ايوه هنا حاط الخيوط، جالسه ادورهم. هذه اللي بقيت من شو اسمه مشروع اللي هو ده شو اسمه جاكيت ميست ان بلوم. ليش انا حاطه هذا الخيوط هنا معاهم؟ هذه الخيوط اللي استخدمتهم في شال يوفوريا، هل انا وريتكم هو منتهي او لا؟ المهم اني انا خلصته، يعني هذه البقايا. متحمسه مره بعد المذكرات اجلس ارتب الخيوط، ارتب الادوات. انا بالعاده اي مشروع اخلص يبقى من المشروع بقايا احطه هنا، طيب، واحط السله هذه كذا في الدرج عشان اطلع بعدين الخيوط لما اجي اوريكم القطعه وكذا خالصه، يعني عرفتوا. طيب نروح للمشروع اللي بعده. اشتغلت جورب. هذا الجورب مجاني في رافلري. خليني اشوف الدفتر ايش كان اسمه. اتوقع اسمه اظن اسمه كولر باليت سوكس اظن. خليني نشوف. ايوه اسمه كولر باليت سوكس. طيب استخدمت خيوط بقايا من ديفا. البترون مقاس واحد. البترون الكعب فيه مختلف. الكعب هناك ايش اسمه معلش اسمه هل فلاب انقست، بس انا استخدمت كعب المؤجل. صورت الطريقة في القناة واستخدمت وصح مو استخدمت اصلا، كانت الاصبع ده او التوز هذا كان مكتوب في البترول اللي هو راوندد تو، التناقص بشكل دائري. حلو نوعا ما في اللبس بس حسيت ما هو مريح. وهذه النكشة ما سويتها كذا تحت عشان احس ما راح تكون مريحة، عرفتوا. استخدمت بقايا خيوط. هذا المشروع كان مشترك بيني انا وصديقتي السوم، بس انا مع الحماس ما كانت عندي اي مشاريع فانا خلصت قبلها. هي لسه ما بدات ويمكن ما راح تشتغل كمان لوحدها. مره حلو الجورب، يعني خصوصا لو اشتغلتي زي كذا ملون تتحمسي بسرعه تخلصي هذه الالوان. طيب بعد كذا اشتغلت وخلصت جورب تصميم. هذه هي النكشة، صورتها بس ما نزلتها في الانستغرام لسه. كتبت البترون بس لسه باقي احط او ادور راعي او شركة لهذا التصميم. برضو الكعب المؤجل واللي خلاص ما عاد اعيده، طفشت منه. برجع للكعب العادي اللي كنت متعودة عليه اللي هو هيل فلابينج اسيد، اسهل. طبعا ما لبسته لسه عشان كنت متحمسة اوريكم هو كذا نظيف بعدين ابدأ البس. برضو خيوط ديفا.
طيب آخر مشروع منتهي عندنا اليوم هو جورب. هذا الجورب اشتغلت لأختي بس لسه ما عطيتها. كل مرة تيجي تقول لي يا بنت ترى الشتا بيخلص أعطيني جوربي ألبس، أقولها لا استني خليني أصورها وهي نظيفة بعدين أعطيكي. اشتغلت لها جورب تو أب، بدأت من الأصابع وارتفعت على فوق. استخدمت اشتغلت كعب، يا الله ايش اسم، دائما انسى اسم هذا الكعب، بحط لكم اسمه كذا على الشاشه، فيش كيس لب لب هل والله ما ادري. المهم بالنسبه لل للسطر البدايه هنا ما استخدمت تقنيه جودي كاست اون، استخدمت تقنيه تركيش كاست اون. ان شاء الله حصور لكم مره حلو وممتع. شوفوا كيف ابدا مو مبين انه انا بدات من هنا. طيب حاولت اختم لها الختم هنا يعني مرن، بس حسيت حس يعني مره صار مرن بزياده. خلاص دحين حتى من دون ما افرد لها اروح اعطيها كذا جرب، اقول يلا خذي البسي صورت وخلصت. طيب خلصت كذا المشاريع اللي انا مخلصتهم، وريتكم كل شيء. هذا الجورب كنت بشتغل عليه الفترة اللي راحت بس كنسلت الجورب، ما رح اشتغله، كنت ما رح اشتغله، لكن الآن ممكن حفوق اشتغل مرة ثانية. ليش؟ لأنه هذا الأبيض أو السكري هذا صراحة في التريكم مرة مزعج، يعني بتسوي لي فراغات مع أنهم ديفا، بس مرة في فرق بين الألوان الثانية وهذا اللون، مرة بيسوي لي كذا فراغ شايفين؟ فما هو عاجبني بصراحة، مرة ما حبيت. كنت بشتغل كولر وورك على إبرة سلكها طويل بالماجيك لوب، فحسيت يعني ماني مرتاحة أبدا أبدا ماني مرتاحة. وفوق هذا الجورب هذا طويل، طيب فالمفروض إن أنا أشيل من هنا جزء، يعني حسيت مرة طويل، فقلت خلاص حفك وبعدين حشتغل ان شاء الله بخيوط تنفع للجوارب مو بخيوط ديفا. طيب فهذا المشروع مكنسلته، حبيت اوريكم هو كده. طيب الحين ندخل على المشاريع اللي بشتغلهم حاليا، ومن ضمنهم مشاريع بدأتهم جديد. اول مشروع بوريكم اليوم هو بطانية الذكريات، السلة كبيرة والمشروع ما شاء الله صار كبير. بس دقيقة اعطوني وقت عشان انظف الحوس اللي عندي، طبعا ما راح تشوفوه ولا تحسوا فيه لاني بمنتج الفيديو. طيب خليني اطلع البطانية لوحدها، طبعا ما اقدر افردها بالكامل واوريكم هو بالكامل لانها كبيرة، بستخدم خيوط بقايا حوريكم هو بعدين الخيوط. نزلت صورة على الانستغرام ولا وريتكم هو، والله ما افتكر اذا انا وريتكم او لا، بس اظن لا. المهم حابة البطانية تكون كبيرة، حتى لو خلصت البقايا اللي عندي عادي ما عندي مشكلة، يعني بوقف المشروع الين ما تتجمع عندي بقايا من نفس من نفس نوعية الخيوط وارجع اكمل عليها. خليني اوريكم الخيوط. عندي هذا خيط هابي بيبي، الخيط اللي كان بلوفر وفكيته في مقطع في القناة وريتكم هو وانا اقطع وانا افتح هذا المشروع. عندي خيط ساتان اشتغلت فيه بلوفر، لا مو بلوزة، اشتغلت فيه بلوزة وفكيت. بعدين عندي هنا خيط جينز برضه اشتغلت فيه بلوزة وفكيت. عندي هذا الخيط ابيض، خيط مدري باكستاني مدري ايش نوع الخيط هذا. اخر مره لما رحت بيت اخويا مرت اخويا عطتني هذا الخيط، قالت لي خذي فكيني من هذا الخيط ماني عارفه ايش اسوي فيه. هذا هو الخيط، حتى ما اعرف ايش نوعيه الخيط ده، مكتوب انه هو اكريليك. المهم بحطه في البطانيه يعني انا بستفيد منها. بعدين عندي هذا الخيط بقايا، هذا خيط ناكو أسترا. عندي هذا الخيط برضو بقايا اللي هو
خيط أليز شكريم هذا، بعدين عندي هذا الخيط بقايا فكيت من بلوفر جينز، وعندي هذا برضو جينز هذا ما فكيته، أتوقع كذا بكرة كاملة أظن، أيوة بكرة كاملة ما فكيتها. عندي هذه كانت بكرة كاملة برضو خيط جينز وبس. طبعا مو هذه الكمية اللي عندي، لا عندي كمية كمان في شوية هنا وفي كمان تحت المكتب. طيب فين تخيلوا قبل ما أبدأ المشروع حبيت أسوي لي كذا جدول، عشان يعني قلت أحط فيه مربعات وألون كل مربع أخلص، يعني نفس صاحبتي أسماء هي كانت بتسوي زي كذا لما اشتغلت في قناة ذكريات. المهم والله من دون ما أحسب سويت لي هذا الجدول. هذا العملاق اللي بتشوفوه هنا هو بس هذا اللي أنا اشتغلته، تخيلوا يعني أنا ما أدري لو اشتغلت كل المربعات وبنفس هذا النوع هذا الخيط ممكن حيغطي لي الغرفة. خليني أشوف كم مقاس الإبرة. مقاس الإبرة 3.5 أتوقع، أيوة مقاس الإبرة 3.5. فهذا العملاق اللي هنا اللي أنا ماني قادرة أفرد أوريكم هو هذا الجزء البسيط اللي أنا اشتغلته فقط. تخيلوا في البداية فكرت أشتغل كذا من الزاوية، لا في البداية فكرت أشتغل كذا يعني أشتغل 1 2 3 4 1 2 3 4 كذا، فهمتوا؟ بعدين قلت لا هشتغل من الزاوية للزاوية، يعني أشتغل كذا وأنا أكبر بعدين وأنا أصغر وأخلص البطانية. بعدين قلت أنا أكبر كمية من البقايا اللي عندي هو خيط فين هذا ستان هذا اللون، خليني أشيل هذول دقيقة. أيوة أكبر كمية عندي هذول الثلاثة الألوان، تخيلوا جينز هذا اللون الأخضر الزيتي، ستان هذا اللون الأزرق، وهابي بيبي هذا اللون البني. ترى هذا اللون أفتح من اللي طالع عندكم بكثير، فاتح مرة، طيب أفتح من اللي هنا كمان. المهم فقلت خلاص هشتغل زي كذا، يعني كذا الصف الأزرق هذا يعني هو شو اسمه ده البني هذا، طيب أنا ناسي إنه هذا عندي كمية برضو. المهم قلت صف كذا باللون البني وصف بالأخضر، والأبيض الفراغ هذا يعني هو الألوان اللي عندي الثانية، الألوان الثانية كذا أشكلهم أحط. فبعدين قلت لا يا أختي لو خلصت الخياط، طيب إذا أنا حبيت أكبر البطانية وخلصت علي هذه الألوان إيش حسوي بعدين؟ حتورط في الترتيب اللي أنا سويته هنا. فقلت خلاص حشتغل كذا بالطول، أروح للطول اللي أنا أوصل وتعجبني بعدين أبدأ يعني أشتغل الباقي عشان ما أتورط في ترتيب الألوان ولا في الخيط. حاليا سايب المشروع كذا، كانت عندي مشاريع خاصة أبدأهم في بداية السنة الجديدة، ف كنت مخلصة كل المشاريع اللي علي على نهاية السنة، فقلت ما أبغى أبدأ أي مشروع جديد خليني أركز على هذه البطانية، وفعلا أنجزت فيها واشتغلت شيء مرة حلو. طيب خليني أشيل هذا المشروع أوريكم اللي بعده. طيب هذا أكثر مشروع كنت متحمسة له، طبعا ما راح أوريكم إيش هو المشروع ولكن حوريكم شغلي فيه شيء بسيط. أول ما أبدأ أول ما تطلع ملامح الشغل وقتها ما راح أوريكم هو. هذا المشروع جدا خاص، بستخدم فيه خيط قطن جولد. يا بنات هذا اللون يعني الخيط مارشميلو ولا كأنه قطن جولد أبدا. رقمه كم؟ 58. الخيط ناعم ناعم بشكل مو طبيعي، اللون بالضبط اللي طالع عندكم الآن شوي أغمق. فهذا المشروع مشترك بيني أنا وثلاثة جميلات، فهذا مشروعنا الخاص. إن شاء الله لما أخلص حتشوفوا بعدين إيش هو المشروع.
بشوف الشغل حاليا، انا بدأت فيه بس يوم واحد، اشتغلت يوم واحد وانشغلت بعدين ولا قدرت اشتغل، فان شاء الله الحين بعد ما اصور المذكرات ارجع اشتغل في هذا المشروع. ولا حقول لكم اسم المشروع، استنوا خلونا نستمتع في المشروع كذا، نشتغل احنا الاربعة، بعدين لما نوصل لجزء معين او لما نخلص حتشوفوا ان شاء الله. طيب المشروع اللي بعده، هذا مشروع صحبة حياكة، ما طبعت البترول لسه لكن ان شاء الله حطبع، عندي بكرتين كاملة، وهذه اقل من ربع البكرة. مشروعنا لهذا الشهر مشروع مدفوع سكارف من موقع اكسبريشن فايبر ارتس، وكويس اني قدرت يعني اشتغل شيء بسيط عشان تشوفوا الملامح شوية. المفروض هذا الجزء يكون اطول، هذا الريب اللي هنا يكون اطول، بس انا ما طولت. ليش؟ لانه خايف الخيط ما يكفيني، فعندي بكرتين كاملة وهذه، فبس بحاول ان انا استخدم كل الكمية اللي عندي من هذا اللون، من هذا الخيط في هذا السكارف. طبعا انا هنا كررت النكش فقط مرتين، التكرار هو هذا وهذا. هذه الخيوط اللي الغرز اللي هنا او الغرز اللي هنا لازم ينحطوا. البترون مكرر النكشة 4 مرات، ف يعني انا من دون، انا بس بتكرارين يعني العرض طالع عندي 36 او 37 سنتيمتر قبل الفرد. هذا المشروع هو سكارف، المفروض يكون سكارف عريض، بس انا عشان ما راح يكفيني الخيط بالطول اللي انا ابغاه، فكلمت المشرفات وقلت لهم حنقص في التكرارات عشان يمديني اطول السكارف واخليه يعني شيء كذا، يعني شيء سكارف، عرفت كيف؟ فالنكشة مرة حلوة. هذا الباترون اسمه اي في مدفوع. هذا الموقع هذا بينزل عندهم باترونات كل جمعة، كل يوم جمعة تنزل عندهم بترون. البترون لما ينزل عندهم حيكون مجاني لمدة اسبوع او اسبوعين كذا، فترة مؤقتة، بعدين يصير مدفوع. فهذا المشروع اول ما نزل كان مجاني، بعدين صار مدفوع. فهذا شغلي فيه من بداية السنة، من 3 4 ايام بستخدم فيه خيط يازقلو. مقاس الإبرة اللي عندي 3 مليمتر، زي ما قلت لكم عندي بس بكرتين وربع البكرة الثالثة. طيب باقي عندي بس مشروعين أوريكم هو. طيب هذا المشروع تيست نت، بصراحة مترددة أكمل أو أوقف. شوفوا هذا فستان، طيب بشتغل مقاس سنتين، أصغر مقاس موجود في البترون. الفستان أبدأها من تحت لفوق. طيب المفروض إنه أنا أشتغل الفستان كذا استوكنت لين ما أوصل عند الخصر، فوق البطن أقصد. بعدين في جزئية كذا فيها نكشة من نفس اللون، بعدين أدخل اللون الثاني وأبدأ أشتغل الصدر والأكمام. أنا واثقة إنه هذا الخيط حيكفيني للصدر والأكمام، بس خايفة من هذا الخيط، هل حيكفيني أو ما يكفيني؟ الخيط أول مرة أستخدمه اللي هو خيط هوش جالدين سوفت، واللي أعرف إنه هذا الخيط بيمط لأنه المكونات 60% بامبو و 40% بوليوميد، فمحتارة يعني هل أكمل كذا أغامر وأكمل أشوف هذا الخيط يكفيني أو لا، ولا أخلي الفستان كذا صيف، يعني ما أشتغل الأكمام، يصير أخلص هذا اللون في الفستان كذا من تحت، والنكش اللي كانت كذا في تحت الصدر أشتغلها بهذا اللون وأكمل كذا الصدر على فوق بس أخليه من دون أكمام، وأنا حابة الفستان بالأكمام. فمرة بصراحة محتارة إيش حسوي فيه. حاليا سايبة المشروع كده ما بشتغل فيه، هذه شغل جلسة واحدة. فيب
اشوف هل حيكفيني الخيط او لا. يعني انا وصلت هذا الجزء تقريبا استخدمت نص الخيط، نص البكرة، اكيد ما يكفي صح؟ والله ما ادري، ممكن افك والعب شوي في البدرون او اني اعتذر من التست واطلع، لانه ما عندي خيط غير هذا الخيط اللي ينفع للفستان ده او الموديل هذا. طيب باقي عندي اخر مشروع اوريكم، هو اخر مشروع انا حطته كده، واللي هو بطانية السكرابي. شوفوا كيف ما شاء الله صارت كبيرة، شوفوا كيف صارت كبيرة. خليني اشوف فين اخر مرة شفتوه. ايوه هنا اخر مرة شفتوني كنت هنا اشتغلت من سطر الوردي هذا، هذا كله شايفين، هذا كله اشتغلته بنفس الفترة، يعني يمكن جلست عليها يومين واشتغلت هذه الكمية. البطانية صراحة من كتر من أنا متحمس أخلصها وأنجز فيها نفسي أخلصها، يعني خلاص أختمها من هنا. طيب بس البطانية لما أفتحها كذا، يعني أفتح كذا أفردها، تصير مقاس أبو نفر. البطانية كبيرة، يعني عرضها عريض، بس طولها يعني تكفيني إلين حضني، يعني لو كذا جلست فردت رجولي تغطيني من رجولي إلين حضني. فبقول يلا معلش يعني باقي شيء بسيط، خليني أكمل وأخليها كذا تغطي نفر. بس بصراحة نفسي أخلصها، ويعني خلاص يعني أحب أستخدمها في الشتاء. لو خلصتها الحين يصير بس أشتغل الأطراف. طيب الطرف يعني أرتب الأطراف، بعدين يصير البطانية حتصير حق إيش؟ حق الحضن بس، يعني كده وأنا جالسة أحطها كده فوق حضني وأستخدمها بس كده. فبصراحة محتارة هل أختمها وأخلصها ولا لا. هذه هي الخيوط اللي أنا حاليا جالسة أستخدمهم، يعني الكمية مرة ممتازة. فبقول خلاص بس أخلص هذه الكمية في البطانية وخلاص يعني أقفل المشروع. بصراحة البطانية مرة ممتعة وحلوة. دحين صار السطر مرة طويل، صار يطفي شوية. طيب هذه بالنسبة لكل مشاريعي حاليا. خلاص دحين أنا المفروض ما أبدأ أي مشروع جديد، بس هنا عندي مشروع كمان مفتوح بوريكم. هو هذا المشروع كنت اشتغلته قبل فترة، كان تيست، كان بلوفر وخلصت واشتغلت وخلاص، يعني غزل كانت بتلبس هذه الفترة. بس لاحظت انه انا بعد النكشة اللي هنا كنت طولت بالستوكنت، فكان عندي الكم يعني تحت الابط كان هنا تحت. طيب والشيء الثاني الريب من هنا الختم كان مرة ضيق، فكان صعب ألبسها وأفسخ لها. فبعدين قررت قلت خلاص حفك البلوفر وأعدل عليه. ففكيت بما أنه عندي من الخيط، ففكيت البلوفر من تحت وفكيت الأكمام لين عند النكشة هنا، ورجعت كملت من عند النكشة، خلصت الجسم، خلصت الكم الأول. طبعا طولت الكم خليته طويل وجالس أشتغل في الكم الثاني. هذا الخيط اللي هنا أكيد شايفين التعوجات كذا هنا كمان والكم. كنت عشان يعني فكيت الخيط ورجعت اشتغلت. اما هذا الترتيب اللي هنا من الخيط الجديد، يعني الخيط ما هو مستخدم، فهذا الفرق. بس لما اغسل البلوفر وافرد كذا فرد بسيط خلاص يعني بتصير زي كذا، الخيط يجنن في البلوفر. هذا البلوفر يعني ما اقدر البسها كذا من فوق الفانيلة وخلاص انتهينا، لا حتبرد، يعني الخيط بارد، وخصوصا بعد ما ينفرد كذا الخيط يصير كذا طايح على نفسه وخفيف، فلازم ألبسها من فوقها جاكيت. فحاليا خطتي إنه أنا أخلص هذا البلوفر وأختم، أرتب الخيوط، أرتب المشاريع اللي عندي، الإبر أرتبهم، بعدين أجلس على المشاريع اللي أنا بدأتهم هذه السنة. أحس طولت مرة عليكم، كان نفسي أوريكم الهدايا اللي وصلتني من فترة.
بس ان شاء الله حسوي لكم فيديو ثاني بعد ما انزل المذكرات وافضي الجوال، حصور لكم فيديو ثاني اوريكم ايش وصلتني هدايا من بعض جميلات. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا في الفيديو وما كنت ثقيلة على قلبكم. نشوفكم على خير ومع السلامة.